مواصلة على العهد وإصرار متجدد على العطاء سمات ميزت المظاهرة السلمية التي نظمتها فعاليات الانتفاضة بحي التقدم ليلة البارحة، وذلك على الساعة 9 ليلا. صدحت فيها الحناجر بالشعارات الوطنية، ورفعت فيها الأعلام الصحراوية، ووزعت مئات المناشير المنادية بالحرية والاستقلال، والتي جاءت كرد فعل على الطوق الأمني الكبير واستعراض القوة الذي تقوم به السلطات المغربية هذه الأيام من خلال الانتشار الممنهج لقوات القمع واستفزاز المواطنين الصحراويين في محاولة يائسة لترقيعهم وترسيخ واقع الاحتلال. لكن يبقى إصرار المناضلين على مواصلة العطاء حتى تحقيق النصر والاستقلال الحلقة المهمة ونقطة التفوق دائما وأبدا في وجه الغزاة المحتلين.